نود أن نرحب معنا عبر سكايب من مدينة جايبور الهندية المؤثر في مواقع التواصل الاجتماعي قاسم حتو. صباح الخير قاسم، أهلا وسهلا فيك معنا. يعني فيديوهات رائعة جميلة، بدل كثير الكثير الكثير من الطاقة. كنت عم تتحدث عن أكثر من 40 بلد، ما بعرف قدي صار عددهم اليوم، خبرنا. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح أولا الخير. الهند بتسلم عليكم. ولهلأ أنا رايح تقريبا 45 بلد. ونعم. طيب قاسم، خليني انا اسال. انا حضرت الفيديو شوي التحفيزي على قناتك على يوتيوب اللي بتحكي فيه انه انت اخذت هذا القرار الصعب، وشفنا مشاهد منه قبل قليل. يعني هل انت اليوم ندمان؟ هل بتفكر انه في رقم معين من البلدان وبدك ترجع للحياه الطبيعيه حتى يكون عندك ربما راتب مستمر، او مثل ما بنسميها نحن استقرار بمكان ما؟ من ناحية الندم حاليا ابدا مش نادم، بالعكس سعيد جدا بالقرار اللي اخذته. كل المخاطرات إلها ممكن يكون ناتج سلبي أو ناتج إيجابي. الحمد لله شخصياً وصلت لناتج إيجابي جداً، سعيد بالحياة اللي عم بعيشها. وأهلي حالياً، بدأت الفيديو بإني أعتذر إلهم، لكن هم كمان سعيدين بالقرار اللي أنا أخذته. وصلت لمرحلة إنه صناعة المحتوى تحول بالنسبة إلي كعمل في مصدر دخل جيد جداً. والنية الهدف حالياً إني بدي أوصل كل دول العالم. حلو كتير، هدف جميل جدا، ويمكن حلم الكثير من الأشخاص اليوم إنه يزوروا هذا العدد الكبير من البلدان. نحن يمكن منشوف هذه الفيديوهات الجميلة، ولكن إلى أي مدى هي بتتطلب جهد بصنع المحتوى ووقت والكثير من التفاني من جهتك؟ طبعا الناس اللي بيشوفوه على السوشيال ميديا هو فقط الناتج تبع العمل والشغل الدائم وراء الكاميرا اللي هم ما بيشوفوه. فاللي ببين قدام الكاميرا هو مجرد مقطع فيديو مدته 5 دقائق. ما بيعرفوا الناس انه خلف هذا المقطع في عدة ايام عمل، في كتير وقت قاعدة في الفندق او في كافيهات او فقط عمل، يعني وجهد مستمر عشان يطلع هذا المقطع بالطريقة اللي هم بيشوفوها الحلوة اللي بتبين البلد من ناحية الإيجابية تبعته. فهذا الإشي اللي بيخلي الموضوع كخلينا نحكي عمل ومصدر دخل أكثر من إنه هو مجرد سبيل للمتعة. طيب. لأنه اللي راح يشوف فيديوهاتي أكيد راح يفكر إنه أنا بحسد قاسم، بحسد إبن حتوت على الحياة اللي بعيشها. نحن كنا عم نحسدك. هلا بدي أسأل بهذا الإطار، أنت أشرت إنه 5 دقائق الفيديو الذي نراه على موقع يوتيوب يتطلب عمل كثير ويتطلب ربما المال الكثير اليوم، من أين تأتي بالتمويل؟ وهل المدخول من يعني إنتاج هذه الفيديوهات والدعاية على يوتيوب كافي للقيام بكل هذه السفرات ربما وهذا المحتوى؟ كبداية صناعة المحتوى بدأ من ناحية التمويل، كنت بشتغل أعمال صغيرة في مدينتي أثناء دراستي، ومن خلال هذا المبلغ كنت بسافر في العطل الصيفية، في عطلة الشتاء، رحلات خفيفة. لكن مع الوقت كان لي الفرصة أني أقبل في منحة في دولة ألمانيا، عشت هناك سنة تقريبا. الاتحاد الأوروبي كان بصرف علي من خلال هاي المنحة، فكنت أسافر. لكن بعدها عملت الفيديو اللي شفتوه، اللي هو فيديو لما اعتذرت لأهلي أني قررت أخذ هاي الطريقة في الحياة. من أولها كان الموضوع جداً صعب من ناحية التمويل، لكن مع كثرة العمل والجهد والعمل على الفيديوهات بطريقة اللي تخلي المشاهدات تزيد، الناس تعجب أكثر بالمحتوى من ناحية فائدة ومتعة. حالياً خلينا نحكي السوشيال ميديا بحد ذاتها هي الممول الأساسي للإشي اللي بعمله. يعني اليوتيوب كل واحد بيحضر الفيديو بيطلع له دعايات أول ما يحضر الفيديو، وفيسبوك حالياً نفس الإشي. فالتمويل اللي بيطلع لي من هاي الإعلانات اللي بتطلع للناس على قنوات التواصل الاجتماعي هي كافية تماماً بالنسبة إلي لأني أمول سفراتي ويكون مصدر دخل حقيقي. فعلاً يعني تحولت أنت اليوم قاسم لدليل سفر كامل متكامل. شخص بحب أنه يسافر يمكن بفوت على القناة وبيستوحى مما تقدمه. أنت اليوم موجود بجايبور بالمدينة الهندية، خبرنا شوي مشاهداتك. نعم. حلوة، بتنصحنا أنه نسافر عليها؟ مدينة جايبور هلأ الهند، أي واحد بيسافر الهند نصيحتي له أنه أول ما يوصل يسافر لثلاث مدن رئيسية أصلاً اسمهم المثلث الذهبي، اللي هي مدينة نيودلهي العاصمة،
مدينة أجرا اللي فيها واحد من عجائب الدنيا السبعة تاج محل، صحيح، ومدينة جايبور اللي هي أحد المدن اللي كتير مهمة تسمى المدينة الوردية، فيها كتير قلاع، فيها أماكن ممكن نروح نشوف الفيلة، ممكن نشوف أماكن معمارية جميلة، المدينة حلوة فيها كتير أنواع أكل، وهي في ولاية راجستان، هاي الولاية اللي معروفة كتير في الهند في بطبيعتها شوي صحراوية، فيها أماكن طبيعية جميلة جدا. أنا كان ببالي أخذكم اليوم معي برحلة في المدينة، يلا، لكن للأسف لكن للأسف الإنترنت ما كان بسمح كثير بإني أطلع خارج الفندق اللي أنا قاعد فيه، بس ممكن أفرجيكم المدينة من المكان اللي أنا فيه. أنا طبعا هلأ في هوستل، والهوستل لأي حد ما بعرف هو مكان تقدر تنزل فيه وتاخذ سرير بدل ما تاخذ غرفه كامله، بيطلع كثير ارخص على الناس اللي بتسافر. طيب قاسم، بدي اسالك، ربما اليوم انت يعني تتلقى عدد كثير من الرسائل من معجبين ومن ناس فعلا بيطلع الادرينالين عندهم بعد ما يشوفوا هذه الفيديوهات، هل برايك اي شخص قادر على ان يقوم بما تقوم به انت؟ هل اي شخص لازم اليوم ياخذ الخطوه الذي اخذت انت، ربما بالاستقاله من عمله والبدء بالسفر حول العالم، ام يعني في مقومات معينه عند الشخص لازم تكون موجوده؟ أو فات الأوان، يعني اليوم خلص صار السوق ربما في الكثير من الأشخاص اللي عم بيقوموا بهذا النوع من العمل وصعب الواحد يثبت نفسه. يعني ربما ما تقوم به جميل، ولكن يمكن خربت بيوت بعض الشباب يلي قرروا يستقيلوا ويتركوا عملهم ويقوموا بالسفر. والله صح كلامكم، لكن أنا دائما بحكي إنه اللي أنا عملته هاي رحلة شخصية، وكل واحد لازم يتبع رحلته الخاصة. رحلتي أبدا ما بنصح أي واحد يترك شغله ويدخل في مجال هو مش فاهم فيه ومش عارف شو بيعمل فيه. بالتالي لأي حدا مهتم في مجال صناعة المحتوى بنصحهم إنه يبدأوا أثناء فترة عملهم بالعمل الطبيعي اللي هم بيشتغلوا فيه، إنه يجربوا يدخلوا بهذا المجال، ممكن من خلال رحلات، من خلال أي مجال هم مهتمين فيه، مهتمين يصنعوا فيه محتوى، يجربوا يعمل كم من فيديو، يشوف اهتمام الناس، وعلى هذا الأساس يقيس هل هو مستاهل إنه يترك عمله أو لا، يشوف رحلته الخاصة لوين ممكن توصله. رحلتي الخاصة وصلتني للمكان اللي أنا فيه، لكن بعد شغل تقريباً 3 سنوات من دون ما أعمل ولا فلس من المحتوى اللي أنا كنت عم بعمل. كنت طالب جامعي، عمالي بتسلى في هذا المحتوى، وبالنهاية لاحظت إنه في طريق ممكن أمشي فيه يصنع لي دخل، فمشيت في هذا الطريق. لكن بعد تعب كتير كبير، بعد دراسة كتير طويلة لهذا الطريق اللي بدي أمشي فيه. فلا ابدا ما بنصح الناس انه يترك شغله ويروح يسافر بهاي الطريقه بدون دراسه مسبقه، الا اذا كان عنده هدف اللي هو انه بدي اسافر لاجل التجربه ومثلا ارجع لشغلي. في ناس باخذوا شيء اسمه gap year او ياخذ شهر اجازه، ممكن تكون مدفوعه ممكن تكون غير مدفوعه، ممكن يستقيل بهدف انه يسافر كم من شهر ويرجع لشغله من باب التجربه، يشوف هاي الحياه هل هو مهتم فيها. نعم. ولا لا، يعني تستاهل كل هذا النجاح قاسم، حتى مضمون قوي جدا حتى بهذا المقابلة، يعني ما وراء هذه الفيديوهات شخص لديه عمق في هذا الحديث. يعني فعلا بدنا ندعي الله يحميك حقيقة في هذه الجولات. الله يسعدكم. المؤثر في مواقع التواصل الاجتماعي قاسم حتى، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.